السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حبيت أحكي عن شغلة أو شغلتين ثلاثة بالأحرى، أنه دائما نسمعها من الأمهات وهذه، وعن تجربة يعني شخصية وعن قناعة شخصية أنا أحب أشارككم التجربة اللي مريت بيها. طبعا أني عدت المرحلة الأولى 6 أو 7 مرات يعني مدى أتذكر بالضبط، طبعا هذا رقم قياسي بالنسبة لباقي الأمهات، بس الله يعني شاهد على كلامي وعلى ما أقول. أني ولا زوجي اللي كان التسجيل القبلي، صدقوني والله العلي العظيم أنه كل مرة نعيد بيها المرحلة الأولى نشوف تحسنات أكثر، كل مرة نعيد نشوف تحسنات أكثر. طبعا احنا ليش عندنا المرحلة الأولى؟ لأن ابني علي كان ما ينفخ، يعني بس هنا المشكلة. بس يعني الشيء اللي دا نشوفه انه من كل ما نخلص انه نعيد المرحلة الأولى دا نشوف شغلات جديدة. مثلا انا قلت لكم عن التحسنات اللي بالهضم وبالمعدة وبالنوم وكل شيء، بس ابسط شيء انه علي بدأ يتذوق يعني فد شغلات واطعمة ما كنا نتخيل فد يوم من الايام انه يتذوقها. يعني صار تقريبا ياكل كل شيء، او اذا مو كل شيء ياكل، وبدون والحلو انه بدون اي ضغط من عندنا، بدون اي ضغط. يعني بمجرد احنا دا ناكل او دا نتذوق شيء يجي هو يشوفنا يتذوق عادي كأي طفل طبيعي يتذوق. وطبعا طبعا احنا رأسا انه بنفس اللحظة انه نصفق له وما ادري شنو، الله طيب وما ادري شنو، نتفاعل معاه طبعا كأي طفل طبيعي. بس الحلو اللي احنا لحد الآن متفاجئين من عنده انه بدون ضغط، يعني يا سبحان الله والله العظيم يا سبحان الله. يوم بعد يوم دا اتأكد والله العلي العظيم، على والله على ما اقول شهيد، يوم بعد يوم دا اتأكد انه حكي يعني كلام ست ريما مضبوط 100%. شلون الله سبحانه وتعالى خلق الانسان، وشلون هذا الطفل بدا يرجع من وين ما توقف، بدا كطفل طبيعي يتذوق وكتفاعل ويانا، ردات فعل ويانا بالبيت. يا سبحان الله، هاي شغله يعني هاي الشغله اللي كلش حبيتها بالبرنامج، انه اني بدون ما اضغط على ابني، عكس كل البرامج الباقيه اللي تقولين الطفل انعاقبه وما يصير وما اعرف ايش وكل فعل يسويه لا، ولازم نكون شديدين معاه. ونسينا انه هذا مو كائن فضائي، انه هذا طفل، انه هذا انسان، انه هذا انسان عنده شعور، انه هذا انسان دماغه والكاريزمات اللي عنده يعني مثلنا طبيعيه. بس الغلط بينا احنا، نسينا انه سبحانه وتعالى خلق يعني خلق عظيم. يا سبحان الله، بس والله العظيم يا أمهات والله العظيم لو طبقون البرنامج راح تحسون أو تلمسون الشعور أو الكلام اللي أنا هسه دا أقوله لكم، صدقوني. المهم هذه بالنسبة الشغلة أنه عدم الضغط على الطفل. الشغلة الثانية اللي يعني كلش حبيتها واللي أشكر بيها طبعا مو بس تريمة يعني